دكتور فيروز مجدي، استشاري علاج طبيعي، مستشفى الجوي التخصصي، ماجستير تغذية علاجية جامعة القاهرة. سؤال دكتور، عايزة اكل اكل يخسسني. قولي لي كده على شوية اغذية كده انها بتساعدني انها على الحرق. طب تعالوا نتفق الاول على حاجة، ان اي حاجة بتعمل زيادة معدل الحرق دي بتستمر حوالي من 3 ل 4 ساعات بعد ما باخدها، مش اكتر من كده. يعني من الاغذية طبعا اللي هي بالنسبة لنا اللي هي مفضلة جدا زي الجنزبيل مثلا، وانا بفضل دايما ان كل عشب من الاعشاب يبقى لوحده، ما يبقاش فيه المجموعة دي كلها مع بعضها، لان هي ممكن تتحد مع بعضها تعمل مشاكل لحد مثلا عنده مشكلة صحية، فاحنا بنخلي كل حاجة لوحدها احسن. الجنزبيل من حاجات جدا بتساعد على رفع معدل الحرق بتاعنا، بس زي ما قلنا من 3 ل 4 ساعات بس بعدها. عندنا كمان الحاجات اللي فيها فيتامين سي، كل الحمضيات عندنا، الليمون، البرتقال، اليوستفندي، الكيوي، الاناناس، كل الحاجات دي فيها فيتامين سي عالي، والجوافه بتأدي ان هي بتساعد معايا على زياده معدل حرق الجسم. طيب عندي كمان مضادات الاكسده زي الشاي الاخضر، ده بيساعد برضو على رفع معدل الحرق بتاع الجسم، او من الاغذيه اللي تعتبر حارقه للدهون نفسها، بس دوت بيتاخد بس مرتين في اليوم مش اكتر من كده، وبيبقى بعد الاكل بساعتين مش بعد الاكل مباشره، عشان لو في انت واخد بروتين نباتي هو هيمنع امتصاص الحديد في البروتين النباتي. عندي كمان من الحاجات المهمة جدا الرياضة يا جماعة، ودايما بنبه عليها، حتى لو انت مش قادر تعمل رياضة مباشرة او تنزل جيم، في برنامج المشي على الموجود عندنا على النت، ده ممكن ان احنا ناخده يوميا 25 دقيقة، وابدأ ان انا ازود كل اسبوع 5 دقايق. برنامج لذيذ، وحتى لو انا عندي اي مشكلة صحية في جسمي او في المفاصل بتاعتي هيحل المشكلة دي، ما فيهاش اي مشكلة خالص، ما بيحطش لود اصلا على المفاصل، ما تقلقوش. البروتين نفسه، الاهتمام بالبروتين يا جماعة، وخصوصا البروتين الحيواني، بس نحاول ان هو نخليه مرة واحدة بس في الاسبوع. والبروتين طبعا هو عبارة عن كيلو، يعني جرام واحد لكل كيلو في الجسم بتاعنا، يعني لو انا وزني 70 انا محتاجة 70 جرام من البروتين يوميا. من الحاجات كمان البيض، من الحاجات اللي بتساعد جدا 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 انها بتعلي معدل الحرق، وبالتالي لو انا خدته كمان في الفطار الصبح بيشبعني لمدة طويلة. كمان من الخضروات نفسها، الخضروات الداكنة كلها عندنا بتساعد على زيادة معدل حرق الجسم، بس ده كله طبعا احنا حاجات مساعدة، لكن اهم حاجة عندنا ان احنا نمشي على نظام غذائي يبقى مناسب لكل واحد وحد.